وينضم إلينا مشاهدينا الكرام أيضا دكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الميكروبولوجي ومدير عام المعاهد البحثية في مدينة زويل. أرحب بك دكتور أيمن. بداية، إذا تابعت معنا أيضا هذا افتتاح مدينة الدواء، هذا الصرح العظيم ليكون أحد أذرع الدولة طبعا للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر. كيف تعلق بداية دكتور أيمن على هذا الافتتاح وعلى هذا الصرح العظيم؟ اولا شكرا لسعادتك على المداخله التي يعني تواكب حدث مهم جدا على مستوى مصر، وان مصر تبقى في من ضمن الدول المنتجه للدواء ده شيء كبير جدا وهام، لان ده مشروع قومي على المستوى العالمي له اهميه كبيره في استقطاب شركات الدواء العظمى والكبرى اللي تبدا تتعاون وتنتج في الاراضي المصريه، مما يزيد من إمكانية مصر كموقع استراتيجي في مجال الدواء ليس فقط على مستوى الوطن العربي ولكن على مستوى إفريقيا ودول العالم جميعا. فأنا بهنئ كل المصريين والدولة المصرية والخطوات اللي بيقوم بها معالي رئيس الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوجه للمشاريع بهذا الأهمية، لأن مصر في الآونة الأخيرة وخصوصا ظهر ذلك في مرحلة فيروس كورونا، ان احنا لابد ان احنا نكون في من ضمن الدول التي تستطيع ان تجابه مشاكلها بنفسها من خلال التكنولوجيا المتوفره على الاراضي المصريه. وكان بدايه الخبر ان طبعا مصر دلوقتي بتجرب بعض اللقاحات على فيروس كورونا، فمعنى وجود مشروع قومي بهذه الاهميه ومدينه متكامله لانتاج الدواء في مصر، ده الطريق الصحيح لان احنا نقدر نتغلب على اي مشاكل بتواجهنا من خلال توفير المشتقات الدوائيه المختلفه سواء كانت لقاحات او ادويه او خلافه. فانا بهنئ كل المصريين على هذا الانجاز الكبير ان شاء الله، ودائما للتقدم للافضل باذن الله. ونحن بدورنا طبعا نهنئ كل المصريين على افتتاح هذا الصرح العظيم، يمكن هو الاول في الشرق الاوسط. طب دكتور ايمن، لفت نظري ايضا موضوع بانه قبل هذا الافتتاح اليوم يمكن لم يسمع احد او قلائل الذين سمعوا يمكن عن مدينه الدواء، على الرغم من هذا العمل الشاق، هذا المجهود الكبير الذي يعني تم العمل به خلال كل الفتره الماضيه. هنا الى اي مدى هذا يعكس مقاله السيد الرئيس سابقا بانه نحن نعمل لا نتكلم، يعني نحن بنعمل ما بنتكلمش، وبالفعل اليوم حضرنا الرئيس ذاهب الى الافتتاح مباشره. هي فعلا زي ما حضرتك قلتي، هو العمل اكثر اهميه من الحديث. طبعا احيانا الصدى الاعلامي زي ما حضرتك بتعملي دلوقتي في كل مؤسسات الاعلاميه في الدوله على اظهار تلك الانجازات، مهم جدا جدا العمل وان احنا نشوف حاجه على ارض الواقع اكثر منها ان احنا نتكلم بدون عمل. فطبعا سياده الرئيس دائما يفاجئ الشعب والناس بافتتاحات وانجازات كثيره جدا، سواء كان على المستوى الزراعي، سواء على المستوى الطرق والنقل، سواء على المستوى الطبي زي ما حضرتك شايفه وبنحتفل اليوم. فده ان ده اللي يدل على ان الدوله بتركز على العمل والجد وإظهار نتائج ذلك العمل للمواطنين بشكل كويس جدا، وإن شاء الله يكون كل ده بيصب على مصلحة كل فئات المجتمع بجميع أطيافه، سواء كانت فئات متوسطة محدودة الدخل، كل الجهات والفئات المجتمعية إن شاء الله تلقى صدى ونتائج وثمار تلك المشروعات بإذن الله. طبعا كل ده دكتور أيمن يعكس اهتمام القيادة السياسية والدولة بالمواطن، وهنا موضوع أيضا يمكن أحد أهم أهداف هذه المدينة جيبتو فارما هو توفير الأدوية أولا بأسعار مناسبة ولتكون متاحة أيضا بيد المواطن المصري. إلى أي مدى كل ذلك يعكس اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطن، بهموم المواطن في الشارع وكل ما يلزمه إن كان في هذا المشروع أو غيره من المشروعات القومية أيضا؟ طبعا حضرتك قلتي حاجة مهمة جدا، كنا أن احنا بنصنع الدواء في الأراضي المصرية، ده هيقلل كثيرا جدا من تكلفة الدواء ويقلل كمان من الاحتكار الدواء، ان احنا نلاقي الادوية في ارضنا مصنعة بأيادي مصرية بتكلفة بتعتمد على العمالة المصرية والامكانيات الموجودة بشكل كويس جدا، معناه ان احنا ما فيش ممارسات احتكارية على الدواء، والاسعار الدواء هتبقى غير
منافسة مع بعضها البعض، يعني الشركات اللي هتبدأ تتعاون مع الدولة المصرية في إنتاج تلك الدواء هيبقى في وفرة في الدواء ليس فقط على مستوى مصر ولكن مستوى الشرق الأوسط، فبالتالي هيقلل التنافسية لأن بينتج بأيادي مصرية مع أسعار العمالة المصرية وخلافه. طبعا حضرتك اتفضلي. يعني نفذ وقتي دكتور أيمن، أنا بشكرك شكرا جزيلا. دكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الميكروبولوجي ومدير عام المعاهد البحثية في مدينة زويل على كل هذه المعلومات.